السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا عن عمليات التجميل، عيادات التجميل اللي في كل مكان طلعت لك. تروح يمين تلقى عيادة تجميل، تروح يسار تلقى عيادة تجميل، تطلع فوق تلقى عيادة تجميل، تنزل تحت تلقى عيادة تجميل. طبعا الفترة الأخيرة أنا أحس أنا يوم حاكيكم إحساسي الشخصي أنا يقول لي إن الموضوع زاد عن حده بكل أمانة، مرة زاد عن حده. العالم كله صار يسوي عمليات تجميل، صارت موضة، أنقول موضة مو مهم. المهم إن حنا الأول في العالم اللي يسوي عمليات تجميل. حنا مين؟ حنا السعوديين. خلونا من السعوديين، لو مشينا شوي ورحنا لجيراننا دبي، زاد معدل عملية التجميل عندهم 100%. والله المعدل اللي يروع. طبعا رحنا شوي تمشينا في دبي وكذا، خذنا لنا فرة. نرجع شوي للسعودية. يقول لك ان من عمر 19 الى عمر 30 عملية التجميل وين رايحة؟ بوتكس، فيلر، دق ابرة منه يصغر، دق ابرة منه يكبر. وين رايحين؟ وين رايحين؟ سألتك حبيبي لوين رايحين؟ طبعا انا ما ادري صراحه وين البوتكس وش الفيلر، ما ادري وش هي، لكن هذه الاحصائيه تقول ان العمليات رايحه لهالاشياء. 26 مليار ريال حجم الانفاق على ايش؟ على المكياج. وين فيه؟ في الشرق الاوسط. المراه السعوديه هي الاكثر في العالم انفاق على المكياج، حيث وصل الانفاق الى 9 مليار ريال. طبعا الرجاجيل ترى مو طالعين منها ابدا، فعلا مو طالعين منها، مو بالحريم بس ترى اللي يسوون عمليات تجميل، برضو الرجاجيل يسوون عمليات تجميل. 74% عمليات التجميل رايحه للرجاجيل. طبعا ما اخفيكم سر، الرجل السعودي هو الاول في الوطن العربي اللي يسوي عمليات تجميل. عمليات التجميل تنقسم الى قسمين. النوع الاول المفروض انه اصلا يتسوى فيه عمليات تجميل، اللي هو وش؟ الحروب كفانا والله وياكم شرها، الحوادث، التشوه الخلقي، اشياء يعني هذا اللي المفروض الواحد يسوي فيه عمليه تجميل. طبعا النوع الثاني من عمليه التجميل اللي يسميها انا الفشخره، هذه عمليات الفشخره مو بعمليات تجميل. تجيني واحده ولا يجيني واحد يقول لي ابي زي الممثل الفلاني، وتجيني واحده تقول ابي زي المغنيه الفلانيه. ليه ليه ليه؟ لا 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 الله خالقك في احسن صوره، روح تبي تصير زي فلان وتصير زي علان، ليه يا اخي؟ من اهم الاسباب في زياده عمليات التجميل اللي هي فلاتر السوشيال ميديا بشكل عام. ويجيني واحد برضه يناظر يصور نفسه ويروح للدكتور يقول تكفى ابي نفس الصوره هذه، خشمي صغر هنا ابي نفسه. مو بحكي ذا، والله العظيم مو منطق. السوشيال ميديا صارت مضره اكثر. في النهايه زي ما سمعتوا الاحصائيات اللي قلناها والمليارات والدنيا والملايين والالوف اللي تنفق على عمليات التجميل، الا ان 15% غير راضين عن انفسهم سبب عمليات التجميل. وانا شخصيا اعرف ناس كثير ليتهم ما سووها، والله العلي العظيم كان جالس احسن. الزبده الحلاوه حلاوه الروح يا حلوين، بمان الله.